من كام يوم حصل موقف قدامي خلاني متنرفز جدا. واقف في الهايبر في آخر الطابور، طابور طويل وقدام الكاشير، وفي واحدة واقفة قدام الكاشير بتحاسبه. فالكاشير حسب الحاجة وقال لها الحساب 360 جنيه. فاتلخبطت كده واتكسفت، الظاهر إن مش معاها فلوس. وقالت له طيب بص عادي، ممكن تطلع لي الفاتورة وخلي الحاجة عندك، وجوزي واقف بره هيجيب الفلوس. وطلعت الموبايل وجت وقفت جنبي واتصلت بجوزها وقالت له بقول لك ايه، ادخل دلوقتي وهات 50 جنيه معاك، الفلوس ما كفتش ومش هعرف ارجع الحاجه لان الحاجه كلها محتاجينها. سكتت شويه كده وتقريبا كان بيقول لها حاجه، ردت عليه وقالت له اعمل ايه بس، والله غصب عني، وبعدين دي زياده بسيطه، الفلوس ما كفتش، مش زي ما كنا حاسبينها خالص، هات الباقي ومش هيأثر، دي حاجة بسيطة ولما نروح نبقى نحسبها. سكتت برضه شوية كده واتكلمت وصوتها اتحشرك كأنها بتعيط، وقالت له الكاشير زحمة قوي وأنا محرجة أروح له تاني وأرجع الحاجة، هو خلاص طلع الفاتورة كأنها اندفعت يعني عشان خاطري، علشان الإحراج بس، ده أنا نفسي الأرض تنشق وتبلعني، الكل عمال يبص عليا، تعالى بقى وهات الباقي أنا غلطانة يا سيدي. ثواني كده وقفلت الموبايل ووقفت وعينيها مدمعة، وبعدين رجع تاني للكاشير وصوتها مش طالع، وقالت له أنا آسفة بس موبايل جوزي مقفول، ممكن يعني أرجع حاجة من اللي جبتها؟ الكاشير قال لها يا فندم ما أنت قلتي لي طلع الفاتورة، كده هيحصل لخبطة في السيستم، ده غير إن في عملاء وراكي كتير هيتأخروا. ساعتها اتدخلت وقلت له مش هنتأخر ولا حاجة يا أستاذ، وأنا اللي وراها يعني مش هتفرق، وعادي بتحصل كتير، أنا برضو حصلت معايا قبل كده. وقفت وهي عرقانة وتايهة ومتلخبطة، رجعت حبة حاجات عشوائي كده ومشيت ودفعت. بصوا يا جماعة، في نوع من أنواع الرجالة ممكن يحرج مراته وما يفرقش مع شكلها لسبب تافه وبسيط جدا، هو كان ممكن ينقذ مراته من كسفة كبيرة وإحراج ليها بخمسين جنيه بس، بخمسين جنيه كان ممكن يغير مودها تماما ويتصرف ويعليها في نظر الناس ويعليها كمان في نظر نفسها، حتى لو كانت آخر 50 جنيه في جيبه. مراتك وشكلها ونفسيتها ولا الفلوس؟ هو أنت مش معرض إن الفلوس ممكن تقع منك؟ اعتبرها وقعت يا أخي، لكن كان من الواضح إنهم ناس كويسين ماديا، ومن كلامها إنه معاه فلوس، لكن تصرف جوزها كان في نوع من الأنانية وعدم الاهتمام. يا أخي شتان الفارق، الراجل بيخاف على مراته وبيعمل اعتبار لمشاعرها وصورتها وبيعمل المستحيل حرفيا علشان ما تظهرش بمظهر مش كويس قدام حد، وراجل تاني مش همه لا شكل مراته ولا نفسيتها ولا مراته من الأساس. على فكرة الرجولة مش كده خالص، واللي فهمك كده كان بيضحك عليك، قمة الرجولة هي الطبطبة والاحتواء، الخوف على اللي بتحبه أكتر من نفسك. هتبقى راجل لما تشاركها في كل لحظة حتى في اللحظات التافهة، هتبقى راجل لما تراعي ربنا فيها، لما تبقى عايز تشوفها أحسن حد في الدنيا، هتبقى راجل لما تحس بيها أكتر ما تحس بنفسك، لما تحس بيها من غير ما تتكلم ومن غير ما تنطق من نظرة عينيها، هتبقى راجل لما تعرف يعني إيه تحضنها بروحك، تحضنها بروحك قبل جسمك، وما تعريش روحها أبداً قدام الناس. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.